أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل هناك فرق بين التكذيب والإنكار والجحود؟ بينهم فرق، التكذيب والجحود متلازمان، أما الإنكار هذا شيء آخر، قد ينكر الإنسان الشيء وهو لا يجحد أنه صحيح وأنه ثابت، لكن ينكره بلسانه حسب هواه وحسب رغبة أو لطمع أو، فالإنكار قد يكون أنه لطمع أو لرهبة أو لغير ذلك، لكن الجحود بالقلب هذا ما يعذر أحد به، لأن عمل القلب ما أحد يجبر عليه أبدا، وكذلك التكذيب هذا عمل قلب، هذا عمل قلب، لا أحد يجبر على عمل قلبه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.